النقطة التانية اللي دايما بنتكلم فيها وسنظل نتحدث فيها هي فكرة قضية نادي القرن. بنطالب دايما المسؤولين في نادي الزمالك ان القضية دي ما تكونش قضية اعلامية. يعني ايه؟ يعني انت حاسس ان واقع عليك ضرر، حاسس ان انت تمتلك ملف قوي يمنحك اللقب، مكان الكاف معروف، مكان الفيفا معروف، ومش محتاج اتوبيس، لان الامر لو اتوبيس هيعطل. شوف اي وسيلة تانية تقدر تتواصل بيها مع الجهات الرسمية دي. لو الكاف ظلمك في موجود الفيفا، واعتقد انت في الفيفا بقى لك تقريبا مكان كده معروف باسم نادي الزمالك مع الفيفا في القضايا والشكاوى، فتقدر تتقدم بملف قوي للفيفا. والحقيقة من سنتين تقريبا كان الكابتن خالد الغندور اعلن خلاص ان المرة دي الموضوع جدي جدا وهنقدم ملف للفيفا. نطلع نشوف الكابتن خالد الغندور. بشرة كمان الحمد لله قضية الواحد تبناها لمدة سنوات طويلة وهي نادي القرن. خلاص الاتحاد الافريقي وافق على فتح ملف نادي القرن من جديد، والزمالك في طريقه لجمع ملفات مهمة جدا جدا جدا. فأي حد من محبي نادي الزمالك ومن على السوشيال ميديا حابب يتقدم بأي مستندات، نادي الزمالك هتقدم بمستندات قوية جدا، وهيطالب أيضا باجتماع مجلس الإدارة اللي كان قيل في 94 و96 والكلام اللي كان بيقال. المجلس يعني مجلس الإدارة اللي انعقد في ذاك الوقت سنة 94 ولا 96، ومش ورقة من جرنان أو مش مسودة، لا القرار اللي اتخذ فيه تماما موضوع البوينتس والنقاط، هل هو 94 ولا 96 ولا سنة 2000، على المزاج والكيف. عشان كده الملف هيفتح، ويفتح بجد المرة دي مش بهزار. يعني هيفتح بجد مش بهزار، ده كان في 2019، والكابتن خالد غندور بيقول لمحبي نادي الزمالك وعلى السوشيال ميديا اللي عنده اي مستند يا ريت يقدمه عشان نضيفه للملف. ونحن من هنا نطالب جماهير نادي الزمالك، يا جماعه اللي عنده اي مستند ارجوكم روحوا قدموه في ملف نادي القرن اللي الكابتن خالد الغندور كان في 2019 بيقول انها بجد. ولكن كابتن خالد الغندور مش مسؤول اداري داخل نادي الزمالك، لكن موقع الاهلي دوت كوم كان عامل لنا عداد كده من اول ما طلع رئيس نادي الزمالك الاسبق بفكره ان خلاص هنروح نقدم الملف. في ذكرى او في يوم 9/7 اللي هو تاريخ امس كنا وصلنا ل 420 يوم. ده لما رئيس نادي الزمالك الاسبق قال ان خلاص بنقدم ملف للفيفا. الاهلي دوت كوم طبعا هو اللي عامل العداد ده، بس يا ترى ال 420 يوم دول يا فارس هيكملوا معانا كام يوم كمان؟ هيكملوا الى ابد الدهر. الى يوم يبعثوه. هيكملوا فعلا الى ابد الدهر. ليه؟ لان هي القصه مش في نادي القرن، هي القصة في ادعاء المظلومية. ولو أنا المظلومية اللي أنا عايشها وعمال أرددها بدون أي دليل انتهت، خلاص قضيتي نفسها انتهت. فأنا هفضل أدعي المظلومية، هفضل أقول للناس إني مظلوم، هفضل أعترض بدون اتخاذ أي إجراء حقيقي. ليه؟ لأن أنت مش صاحب حق، لأن أنت صاحب ادعاء باطل. وهنا المشكلة اللي هنقف عندها، لأن كل الناس في الزمالك فهم كويس قوي هو ليه مفيش تحرك حقيقي في القضية دي، عشان القضية ببساطة ما تخلص. هنطلع ونسمع الفيديو ده أستاذ عصام الحسن وهو عمل في المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، رئيس اللجنة الإعلامية، وأيضا عمل في مجلة نادي الزمالك، وهو شخص ذو حيثية. نسمع تفكير الزملكاوية إزاي في القضية، وليه القضية نامت وما راحتش للفيفا، عشان تفهموا كويس قوي إن إحنا أمام مهزلة رياضية محتاجين نعقب عليها. نشوف الفيديو ونعقب. خدنا خطوه جيده جدا وممتازه جدا، بس سلاح ذو حدين. لو كسبنا خدنا باور كبير جدا وحاجه ضخمه جدا ولقب تاريخي غير طبيعي، لكن لو خسرنا بنؤكد للمنافس بطولته لنادي القرن، وما بيبقاش عندنا فرصه للكلام. دلوقتي احنا بنتكلم، لما الاهلي يقول لك انا نادي القرن، نقول له لا، احنا نادي القرن والتسعة أكبر من السبعة. لما أنت ترجع المحكمة الدولية الرياضية والاتحاد الدولي فيفا وما تحضرش ملف تاخد بيه حقك، يبقى أنت ما خدمتش نادي الزمالك، أنت كده للأسف خدمت النادي الأهلي. كابتن عصام، لا ده خدمته بشكل مرعب. يعني اللي هيحصل بقى
لازم ملف ان قوي. لا لا غير كده بقى، ده تسعيرته هتزيد. يعني انت ما بتاكد له احقيته، انت رعايته هتزيد، والدنيا معاه هياخدها تجاره بقى، هياخد الحكم ده ويتاجر بيه سنين وسنين وسنين، 100 سنه قدام. ولذلك انا عمال احذر مره واثنين و10 ومليون، الملف يا جماعه لازم يبقى على اكمل وجه، لان طالما انت خدت قرار اللجوء للفيفا مش ممكن تتراجع فيه. هو المفاجأة إن مفيش ملف على أكمل وجه أصلا، لأن مفيش أدلة تستند عليها عشان الموضوع يبقى على أكمل وجه. هل هتاخد يافطة تروح بيها؟ أكيد لا. الموضوع يا جماعة هزلي. وفي حاجة بقى مهمة جدا قانونا، الفكرة اللي بتحصل دي إيه؟ أنا أحترم فكرة إن أنت تشوف عندك حق، النادي الأهلي مش طرف فيه، النادي الأهلي مش الكاف، معايير خرجت، تعترض ما تعترضش مش قضيتي، تروح للكاف يحكم لك سواء بان ده حقك او مش ده حقك، وساعتها انا ابقى طرف. ده رقم واحد. طيب ما بتعملش ده وبتعلق يافطه او لافته مكتوب عليها بالمحسوبيه والمجاملات، ده حضرتك قانونا اسمه تشهير. ليه؟ لان انت ما عندكش سند. زي ما واحد تتخانق معاه بدل ما تروح تعمل محضر، ولا ما تروح تاخد اجراءاتك القانونيه تطلع تدعي عليه، ده اسمه تشهير. هل النادي الاهلي مطالب، وده اسهل حاجه في الدنيا على فكره، احنا عندنا 5 فروع وعندنا اسوار كتير جدا نقدر نحط عليها لافتات، هل النادي الاهلي ممكن يعمل ده؟ الاجابه وانت مغمض لا، لان ده اسهل حاجه تتعمل. بس النادي الاهلي عنده مبادئ، عنده اخلاقيات، عنده احترام للمنافس ولفكره الرياضه، ما عندوش لافته وما عندوش يافطه وما عندوش المسلسل الكوميدي السخيف اللي مستمر واللي كل الناس بتتفرج عليه وساكته. لو عندك حق روح خده بطريقة قانونية، إنما استمرار المسلسل ده هو إهانة للرياضة المصرية قبل ما يكون انتقاص من النادي الأهلي اللي قدره أكبر من إن حد ينتقص منه. كابتن صالح سليم كان واقف هو كابتن محمود الخطيب بيتزينوا بجايزة حقيقية نفخر بيها إلى الآن، وهو ده المجد الحقيقي مش المجد الزائف أو المصطنع. بص أنا عايز أقول حاجة بس، هي الفكرة كمان إن النادي الأهلي لو علق يفط نادي القرن على اي سور من اسواره فده حقه. النادي الاهلي ما بياخدش حق مش حقه، في النهايه الجهه المنوط بها منح لقب نادي القرن منحته. احنا بنتناول الموضوع ده ليه؟ لان مش كل سنه نيجي نتناول الموضوع اعلاميا وتلاقوا عندنا سكوت، لا هنرد ودايما هنفكركم ان حق النادي الاهلي هو نادي القرن، واللي انتوا بتعملوه باطل تماما بدليل حتى اليافطه اللي انت علقتها على صور ناديك. لما حطيت اللوجو بتاع الكاف، الكاف بعت لك انذار في ثانيه اتغيرت اليافطه، فبقت يافطه بدون لوجو وبدون حتى مكان موثوق او منوط بيه يمنحك الجائزه. حتى وزاره التموين اللي حضرتك قدمت لها على انك تاخد شعار، حتى هذه اللحظه مفيش اي رد من وزاره التموين، على العلم ان المفترض ان الرد يكون خلال 6 شهور، لكن ده ما حصلش، بقالنا 420 يوم ووزارة التموين لسه ما منحتش نقط نادي القرن لفريق الزمالك. ده موضوع نادي القرن.